منذ عام 1882 وحتى عام 2014 توالت على مصر ثمانية دساتير، وذلك إلى جانب العديد من الإعلانات الدستورية منذ قيام عهد الملكية وحتى قيام الجمهورية المصرية. كانت البداية من اللائحة الأساسية والتي عرفت باسم دستور مصر عام 1882 الصادر في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور 1897، وجاء إصدار هذا الدستور كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية، حيث أقيم على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي كان يمثله مجلس النظار. وتلاه دستور عام 1923 الذي جرى العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1953، وحل محل القانون النظام رقم 29 لعام 1913، ووضعته لجنة مكونة من 30 عضواً من مكونات المجتمع. ثم جاء دستور 1930 والذي تم وضعه تحت رعاية الملك فؤاد الأول وإسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء، ولكن هذا الدستور أثار لغطا شديدا لتوسيعه صلاحيات الملك في حل البرلمان، ومع تأثير الضغط السياسي من كبرى الأحزاب اضطر الملك إلى إلغائه وإعادة العمل بالدستور القديم 1923 مرة أخرى حتى نهاية الملكية. ثم صدر دستور 1956 وهو أول دستور يصدر بعد ثورة 23 من يوليو لعام 1952، حيث أعلنت نتيجة الاستفتاء عليه في 25 من يونيو لعام 1956، واحتوى على 196 مادة، وأسفر الاستفتاء عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية. تلا هذا الدستور ما يسمى بالدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة عام 1958، وهو أول دستور يصدر بعد الوحدة بين مصر وسوريا، حيث صدر في دمشق في 5 من مارس وفي القاهرة في 13 من مارس للذات العام، وجاء بعد ذلك ما يطلق عليه دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة، وهو الدستور المعلن لاتفاق الوحدة الذي لم يتم تطبيقه عملياً وكان بين 3 دول عربية هي مصر وسوريا وليبيا. ثم صدر دستور عام 1971 وتم إقراره في عهد الرئيس السادات بعد استفتاء شعبي في سبتمبر من نفس ذات العام، وسمي بدستور مصر الدائم وتم تعديله عدة مرات، وظل العمل به جارياً إلى أن تم تعطيله في 13 من فبراير عام 2011 عقب ثورة يناير. وأخيراً صدر في عام 2014 دستور تم التصويت عليه في استفتاء في مطلع ذات العام، وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على الدستور النتيجة في 18 من يناير، وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من مجموع مالكي حق التصويت.